النهارده روسيا ردت، اللي هو مبدا المعامله بالمثل. عملت ايه روسيا؟ فرضت عقوبات على الرئيس الامريكي جو بايدن، وعلى وزير الخارجيه بلينكن، وعلى اوستن وزير الدفاع، وعلى رئيس المخابرات السي اي اي الامريكيه، وعلى مستشار الامن القومي سوليفان، جاك سوليفان، وايضا عقوبات كثيره فرضتها روسيا النهارده، وكمان على رئيس الوزراء الكندي. واضح العمليه ايه؟ الرد والرد الاخر، يعني هنا بياخد عقوبات وروسيا بتاخد عقوبات، وروسيا كمان رايحه لعقوبات اخرى على دول اخرى غير امريكا وغير كندا. هم بداوا بالولايات المتحده الامريكيه وبداوا بكندا، لكن هيروحوا لدول تانية، وقالوا ان الدول، وصفوا هذه الدول انها دول معاديه لروسيا. خلينا نروح نعرف حكايه العقوبات وتاثير هذه العقوبات على الاشخاص. من الدكتور ناصر قلاوون، مساء الخير على حضرتك. اهلا استاذ احمد، مساء النور. العقوبات على الاشخاص، يعني مفروض عقوبات على الرئيس الروسي، على الرئيس الامريكي، على وزير الخارجيه في روسيا وفي امريكا، على رؤساء الاستخبارات هنا او هنا، على وزراء الدفاع هنا او هنا، تاثير هذا الامر ايه؟ ولا هي مساله سياسيه اكتر منها انها تؤدي الى تاثير؟ نعم، سياسيه ولانقاذ لنقل سمعه الرئيس بوتين في داخل روسيا ومع حلفائها. لا شك ان روسيا في موقع الدفاع منذ الغزو مع الحلفاء قبل الخصوم، وهناك حالة استقطاب قوية في العالم، يعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة 140 دولة، منها كثير من الدول العربية ومنها مصر. إذا الخطاب الروسي برأيي لم يتبع السبل المعروفة دوليا، ولم حتى يقلد الولايات المتحدة في غزوها للعراق، يعني أمضت 6 أشهر في تشكيل تحالف مع أوكرانيا. الوضع صح أن روسيا قوة كبرى وضخمة، لكنها لم تعطي خطاب للعالم، لدول العالم، لماذا تقوم بالغزو. يعني أعطت أمور تاريخية منذ 100 سنة أو 200 سنة، لكن في القانون الدولي والنظام الذي يعني شهدنا فيه استقلال بلادنا من الاستعمار الأجنبي، لم تعطي ما هو واضح، يعني خطاب واضح دبلوماسي يمكن صرفه في الأمم المتحدة. هذا واحد. اثنين، نعم مصالح الدول تقفز أحيانا على المبادئ الدولية، معروف هذا الأمر، لكن بنفس الوقت هناك روسيا خارج مجموعة 7 للدول الصناعية الكبرى، طردت منها. اثنين، مجموعة البريكس تغرد، التي روسيا عضو فيها، تغرد يعني إلى حد بعيد عن روسيا من ناحية المصالح، باردة. ثلاثة، الصين، هناك إغراء روسي للصين لا أقول لفك الأمر، لكن عبر مثلا وضع كوريا الجنوبية، شركاء الصين الصناعيين في سلاسل الإنتاج والاستثمار، كوريا الجنوبية، اليابان، وسنغافورة، سنغافورة قلعة استثمارية كبرى، سويسرا، في دول غير الصديقة أو العدوة لروسيا. إذا هل إذا يعني إغراء الصين هل يعني أن الصين تصبح هؤلاء الدول عدوة لها؟ أذن برأيي أن الاستراتيجية الروسية ليست واضحة، وهذا ما يزعج برأيي الحلفاء والذين يعني لنقول عندهم علاقات وثيقة مع روسيا على مدى السنين، والتعاطف مع مصالح موسكو، وغضب من استفراد أمريكا بالنظام العالمي وإساءة استعماله لمدة 20 سنة على الأقل. دكتور ناصر، اللي واضح روسيا مكملة، يعني خطاب الروسي لم يتغير، ان هم مكملين حتى النهارده، اتكلموا على امبارح، مفيش ما يمنع ان هم هيحاصروا بعض المدن الكبرى، وربما ايضا وزي ما قالوا كده هنحاصرها وهنسيطر عليها، وبالتالي هنحافظ نحقق الامن للمواطنين. النهارده في دعوات الى عمل استفتاء في خيرسون في جنوب اوكرانيا للاستقلال عن اوكرانيا اليوم. نعم صحيح، الظاهر أن الاستراتيجية الروسية هي ليست غبية، لكن تجاهل تام للقوة الناعمة كما قلت. لا خطاب دبلوماسي للخارج، لا تشاور مع شركاء روسيا، يعني قطعهم من امدادات الحبوب عبر فرض الحبوب، حظر على التصدير، يعني شركاء روسيا الجيران قبل يكون دول عربية. هناك تخبط في هذا الأمر. الظاهر أن الاستراتيجية الروسية كما قلت هي لا تخاطب الأمم المتحدة، لا تخاطب حركات التحرر الماضية، لا تخاطب النخب حتى التي
لنقل صديقة للصين بالاستثمار، فما ينفع إذا اتفقت مع بكين وعندك يعني سياسة الحزام والطريق، يعني تمدد الصين الاقتصادي يمر عبر آسيا للوصول إلى أوروبا أساسا. نعم. فكيف يعني هل تقطع الطريق على الصين؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى الظاهر أن الاستراتيجية الروسية مثل ما حصل في سوريا هي الفوز بالأرض وتجاهل المطالب الشعبية واللجوء والكوارث الإنسانية، يعني الغرب هو يدفع الفواتير للجوء، فتح البيوت ومن ناحية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وروسيا تقول أنا أعطيكم شعوب، إذا أردتم الشعوب أنا أريد الأرض، ونحكي فيما بعد. اليوم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عادت مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على أرض بنشر أكثر من 100,000 جندي في هذا الوقت حاليا داخل دول شرق أوروبا بالكامل، ومنهم 40,000 جندي في الدول المجاورة لروسيا. هذا الأمر ألا يقلق الاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا؟ طبعا هناك تحالف كبير ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عودة أمريكا مرة تانية إلى أوروبا بعد أن كانت انسحبت من أوروبا. بالطبع انسحبت، وليس فقط في عهد ترامب، هي تبدأ من عهد أوباما يعني تجاهل مطالب لنقل الحلفاء، وبعد أن اعتبرت أنها فازت في النظام العالمي. لكن أقول ما حصل أو نتيجة تمدد أمريكا منذ عهد بوش الابن ثم الفشل ثم الانسحاب المريع من أفغانستان برأيي فتح مجالات كثيرة، يعني منها لروسيا. لكن أقول أمريكا لم يكن عندها استراتيجية حتى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. أستاذ أحمد، لا يوجد اتفاق أوروبي أمريكي لحرية التجارة، موضوع على الرأس منذ عهد أوباما. ترامب يعني رماه في الأرض، والآن بايدن بعد سنة من حكمه يعني لا يوجد حتى اتفاق تجاري مع بريطانيا. يعني بريطانيا غير راضية لهذا الأمر، بمعنى لم يغير كثيرا بالسياسة. الآن عندي غزو روسي وتحدي للناتو، يعني تحدي لعقر دار أمريكا. عندي الآن ملايين اللاجئين، من يدفع الفاتورة؟ الدول الغربية. ماديا ومن سمعتها، وبالتالي اضطرت لرد التحدي. عودة الجنود الأمريكان والمعدات وغيره برأيي هذه فيها يعني لنقول يفرض استراتيجية أمريكية لم توضح للحلفاء. وأسجل هنا يعني تغيير في الخطاب الألماني، هذا أمر مهم. اثنين، رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي يعني قال نحن نريد علاقة مع تعرف أستاذ أحمد أنه علاقة أمنية مع أمريكا فقط وليس حلف الأطلسي، يعني الاتفاقية الأمنية اليابانية الأمريكية فقط هي للإثنين، وبالتالي المظلة النووية هي لليابان. إذن الشكوك ب نيات يعني القيادة الأمريكية بآخر 20 سنة جعل شينزو أبي يقول دعونا نفتح التعاون الدفاعي مع حلف الأطلسي، ليس للتحالف معه لكن لي ربما وضع أسلحة نووية كما تفعل تركيا وألمانيا. يعني يريد أن يفك القيد الأمريكي بلطف هو ضمن لغطائه ضمن حلف الأطلسي، يعني مع كل دول أوروبا وليس فقط الولايات المتحدة، لأنه يحسب أن بعد 3 سنوات ممكن يذهب بايدن ويأتي شخص آخر. نعم. إذن البرودة الأمريكية الآن هل تستمر باستراتيجية؟ هذا سؤال كبير برأي العواصم الأوروبية لا تركن لهذا الأمر للمدى حتى المتوسط ولا أقول الطويل. هل العقوبات أيا كانت وصلت لأي حد؟ طبعا هي أثرت على الاقتصاد الروسي، بيتكلموا على 300 مليار دولار من الاحتياطي خلال اليومين اللي فات وزير مالية الروسي، ولكن هل العقوبات تسقط دولة بحجم روسيا؟ ليس بالمدى القصير. ويعني التحدي الروسي اولا عسكري لحلف الاطلسي، هو هجومي في خاصره رخوه. اوكرانيا يعني هي ليست في الاتحاد الاوروبي وليست في حلف الاطلسي، يعني هذا امر في المستقبل. انما هذه درس لبقيه الحلف. زيلينسكي والكلام لسيادتك قال ان احنا مش داخلين حلف النيتو خلاص، الدول قفلت الباب علينا، قال بشكل واضح النهارده. اتفضل. هذا برأيي التوطئة للقاء مع الرئيس بوتين. هو يعتبر الآن أن الغزو الروسي، وهذا حق، لم يحقق الجائزة السياسية بعزله، قتله، إخراج الحكم من كييف، استيلاء على يعني كيرسون وغيرها كلها، يعني هذا أمر لا يعطي شرعية. الجسم الدولي غير صديق لروسيا ومطالبها، حتى الدول العربية يعني
دعك من التعاطف بعض الطيارات يعني اليسارية التي عندها عاطفة لموسكو لأنها تعلمت عندها، لكن أقول بشكل عام هذا يضرب الحقوق العربية. إذا كل دولة تقوم بالهجوم على دولة أخرى وتأخذ، هذا أمر برأيي لا يخدم المصلحة العربية. والله حصلت قبل كده دكتور الروسية ناصر، هو حصلت قبل كده، ولا حد تحرك ولا حد اتكلم ولا مجلس أمن ولا عقوبات ولا أي شيء، حصلت ودمروا وقتلوا ملايين من أشقائنا ولا حد اتكلم. تفضل يا فندم. صحيح أستاذ أحمد، لكن أنت تعرف أن حق النقد في مجلس الأمن أن دول العالم الكبرى تقسم العالم مناطق نفوذ، هذا أمر ليس فيه رحمة. هي عندما تفتح كتاب احترام نضالات الشعوب وتدعمها سواء روسيا أو أمريكا أو أي دولة أخرى، يكون لمصلحتها أو لتقويض نفوذ الطرف الآخر. وبالتالي الآن دعم الشعب الأوكراني، وهو على فكرة صمد لحد الآن، يعني ليس بسبب الدعم الأوروبي، هو الدعم الأوروبي هناك نية عند النخبة الأوكرانية أو جزء كبير منها يعني للانضمام إلى الغرب هذا المدى الطويل، مثل ما فعلت رومانيا يعني اتحاد أوروبي، هم يرون جيرانهم ماذا حصل لهم، ليس فقط سلاح إنما فتح أبواب العمل للأوكرانيين. هون ليس مثلا أنا لم ألاقي مواطن أوكراني في بريطانيا، لكن نحن نعرف هم ينظرون للاتحاد الأوروبي كي يكونوا مثل رومانيا مثلا. الآن أغلب الأوكران يعملون في بولندا والدول الجارة، بمعنى بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في الناتو. إذا هذا أمر طويل، لكنه لا يتحدى موسكو. موسكو لم تقم باستثمارات أستاذ أحمد في أوكرانيا، هناك صحيح علاقة تجارية وأمور صناعية منذ زمن طويل، شركات بين الشركات الكبرى السلاح وغيره، لكن موسكو ثروة موسكو موجودة في بريطانيا، في سويسرا، في يخوت، في قصور، في أمور كثيرة يعني. وبالتالي لماذا لم تستثمر في أوروبا الشرقية لإعادة لنقل تحالفها مع أو تأمين لنقل يعني أمور حتى تكون محايدة مثلا مثل النمسا أو دول أخرى، يعني حتى لا تكون مع المعسكرين. استخدام القوة برأيي الفظة الآن أو الغاشمة هو برأيي درس للقول أن روسيا هي دولة عظيمة، وبالتالي يعني الآن هو وقت المعركة ولا صوت يعلو فوق سطح المعركة. يريد كل طرف بالطبع عنده استراتيجية، لكن زيلينسكي يقول هذا الكلام ما يقوله بالناتو لأنه يعرف لن يحصل عليه، الناتو لن يحارب بهذا الأمر، لكنه برأيي هو مهتم أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي أكثر من الناتو. دكتور ناصر، فيما يتعلق بأمريكا كانوا مترددين اليومين اللي فاتوا هل الرئيس الأمريكي جو بايدن يروح أوروبا ولا لا، النهاردة أعلن أنه هو هيقوم بزيارة لأوروبا لبلجيكا تحديدا مقر الاتحاد الأوروبي والنيتو يوم الخميس بعد القادم 24 مارس، وهي قمة استثنائية لحلف النيتو. هل ترى هذه الزيارة هدفها احتواء روسيا، مزيد من الدبلوماسية، أم التصعيد؟ أنا لا أقول التصعيد، لأن فريق الرئيس بايدن نعم أحيانا بالصراعات، وجورج بوش الأبن هو خير دليل، بالصراعات قد تفرز قادة نعتبرهم حمائم، وأنا أعتبر الرئيس بايدن هو من الحمائم وفريقه من الحمائم يعني، لكن لم يطور يعني استراتيجية لحل شمال الأطلسي. كما قلت الآن اتفاقات تجارية حرية، هذه أمور تشابك العلاقات، هو أنهى لنقول صلف الرئيس ترامب فقط بالتخاطب وإزعاج الحلفاء، لكنه لم يبني أي استراتيجية. قد يخرج من رحم هذا الصراع، ربما أوروبا لا تريد أموال، عندها أموال، هي تريد رؤية واضحة، وكما قلت الآن في حالة طلب أمريكي لتغيير الاستراتيجية مع روسيا، قطع أنابيب الغاز وغيره ويعني تقليصها، برأيي هذا يضرب أوروبا ويضرب روسيا، لكن يجب أن يكون أمر بديل، بمعنى أنت تتصلب كثيرا حتى تأخذ أو تجبر الطرف الآخر، روسيا مثلا ليس فقط عسكريا لكن عبر إغراء الصين، والآن أنت تدري الحوار الأمريكي والتحذير الأمريكي للصين بأن الصين رقم 2، وليس من مصلحة الصين، هي الصين أدخلت إلى مجلس الأمن بزيارة الرئيس نيكسون كما تدرك أستاذ أحمد وكيسنجر، يعني ضمن خطة عالمية لأخذ الصين حتى تصبح دولة رأسمالية. هي الآن دولة رأسمالية تعتمد على التصدير للأسواق بطريقة رأسمالية، لكن نظامها نظام شيوعي بالطبع، لكنها لا تصدر الشيوعية. إذن هذه الآن المماحكات أو الحوارات بين القوى الكبرى قد تفرز قيادة أمريكية واضحة كما قلت باستيعاب الصين، لأن الصين تريد الأسواق الرأسمالية، أو تفرز
عزل روسيا وليس من مصلحة برأي أوروبا وحتى ألمانيا والصين أن تكون روسيا مهزومة على الأقل سياسيا، لكن الآن ربما لقص أجنحة الرئيس بوتين سعيا ربما لتهتك في أمن نظامه في المدى المتوسط، لأن الطبقة المتوسطة الروسية لا تريد العودة للعصر السوفيتي والتقنين وملابس الجينز تعتبر ملابس فخمة وفاخرة. ماذا عن المجلس الإعلامي للحبوب وحضرتك من الناس المؤثرين فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، ما هو قادم تحديدا؟ برأيي أن يعني عالم الحبوب الآن متحرك. أولا سوق النفط والطاقة الذي يؤثر في نقل الحبوب وفي الزراعة والأسمدة كما تدرك أستاذ أحمد، يعني كله مرتبط ببعض. لكن أمن الوصول بعد فرض روسية حظر، وأنا كنت وقعته على فكرة، لأن حتى يعني أصحاب المزارع العرب والصينيون وغيرهم في أفريقيا وفي أوكرانيا ورومانيا في بنود في العقد بأن بحالة الحرب يحق للحكومة أن تصادر أو تجمد، وبالتالي ما حصل يعني لا يفاجئني بأن روسيا قررت يعني تجميد التصدير لجيرانها في الاتحاد الروسي، يعني كازاخستان وأذربيجان وغيرهم، ثم بشكل عام للعالم قمح وغيره. هذا أمر يعني توقعته، لكن لا أدري إذا كانت إدارة الرئيس بوتين تدرك بأن هذا الأمر يسبب خسارة لها، يعني عدم وثوق للشركاء الرئيسيين، لأن في الماضي العلاقات مع مصر مثلا 20 سنة دي تعامل تجاري ممتاز مع أوروبا ممتاز، لم يحصل قطع لشحنات القمح أو الغاز أو النفط حتى بقطع جزيرة القرم والعقوبات على روسيا وطردها من مجموعة الثمانية حتى تصبح سبعة. إذا هذا يعني عدم القدرة على قراءة تصرف النخبة الروسية الآن العسكرية، برأيي ما زلنا في غبار المعركة، وبالتالي سوق الحبوب والغذاء والعلف عندي مزارع في الخليج عليها ملايين من رؤوس الأغنام في السعودية، ربما 17 مليون رأس وأبقار 6-7 ملايين وأمور أخرى، إذا وجمال ربما مليون ونص والإمارات كذلك. هذا الأمر برأيي سيؤثر على السودان، لأن سوق التصدير 50% منه أو 70% هو للسعودية ودول الخليج، إذن هذا يجعل دول كثيرة تفكر في يعني الاستراتيجية المقبلة، هل موسكو هي شريك يعني معتمد أو هو شريك اللحظة؟ هذا أمر خطير جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر قلون، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلاقات السياسية والدولية من العاصمة البريطانية لندن. قبل ما أروح لزميلنا مجد يوسف، لأنه في النهاردة كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي كان